حياكم الله يا جماعة في مقطع جديد من الدوحة، لكن المرة هذه بعد ما خلص كأس العالم مثل ما تعرفون. فالدولة الحين نوعا ما بدأت تفضى، جماهير كأس العالم كلها راحت. ففي مقطع اليوم إن شاء الله راح نشوف شلون وقديش الدوحة تغيرت ونوعا ما صارت فاضية. فخلونا يعني نلف اليوم وناخذ فكرة عن الأجواء اللي صارت بعد كأس العالم. واليوم بعد في شيء إضافي حاب أخبركم عنه اللي هو المايك. المايك هذا يعني مثل ما تشوفون هذا هو الإضافة الجديدة. يعني الشيء اللي حمسني أسوي هالفيديو إني راح أستخدم المايك هذا وراح أكلم الناس. شوفوا الحين الميزة في المايك الجديد، يعني أقدر أبعد يمكن لين 70 متر تقريبا، يعني حتى أوصل للمبنى هذاك، فأقدر أخذ راحتي وياكم الحين. فهل محمسني اني اتكلم اليوم الف الدوحة واتكلم مع الناس واجرب المايك هذا. ما ادري شلون راح تطلع النتيجة لما اوصل ان شاء الله البيت واركب في اللابتوب وكذا، راح اشوف النتيجة. بس متحمس يعني اجري شوية مقابلات مع الناس وكذا. خلني اشوف. انا الحين تقريبا في نص او سنتر البوليفارد كله. هذا الممشى يعني تقريبا خلينا نقول قبل اسبوع كان مليان، ان تحصل جماهير الارجنتين وجماهير فرنسا والاوروغواي والجماهير كلها كانت تتمشى هنا. حتى يعني المبنى هذاك لو تتذكرونه، يعني المكان كان زحمه وسبحان الله خلال كم يوم بس المكان صار فاضي، يعني ولا حتى 5% من الناس الحين موجودين. حتى منطقه الاعلام والبوليفارد يعني كله صار فاضي بعد ما حضرت فتره كاس العالم في الدوحه وبعد كاس العالم. يعني برايك وش تفضل، يعني مع الجماهير والزحمة ولا بعد ما صار فاضي؟ صراحة ما أقدر أوصف شعوري حاليا، أنا وايد وايد حزين صراحة. حاليا مصدوم، شوارع فاضية، الأغاني ما لها طعم. يعني قبل كنت أجي هنا ما أقدر أمشي من كثر الزحمة مع الجماهير، الأرجنتيني والبرازيلي والإكوادوري والتونسي والمغربي، يعني كان جمهور صراحة طاغي وصراحة مشتاقين والله. حتى أنا من الناس اللي مشتاقين الأجواء. مصدوم يا جماعة، مصدوم مصدوم والله. شوف قبل كأس العالم كان مثل ما تقول ترقب، لأنه تحدي كبير تشوفها حق المنطقة كلها وحق الدولة نفسها وحق المنطقة كلها. كان شيء حلو، احنا كنا نترقب متى يجون الجمهور وشلون بتكون يعني الفعاليات وش اللي بيصير وش اللي بيستوي. الحين بعد البطولة يعني مثل ما تقول لازم، هاي شيء طبيعي في أي حدث كبير، لازم الجماهير اللي توافت ترجع بلادها. صح. فبيتم النشاط السياحي الداخلي للبلد والمحيط البلد، يعني مثل تقول دول الخليج. الحين يعني أكثر لو تشوف أنتني أكثر زوارنا من السعودية، من البحرين، من الكويت، من عمان، من الإمارات. في سياحة ما بعد كأس العالم، الحين الناس تبي تشوف الإرث اللي تم وموجود، شو اللي صار، شو اللي استوى، فكلهم موجودين. كأنها أماكن صارت شاهدة على الحدث. أيوة. في أماكن. أيوة. فكل الناس. في أشياء تاريخية صارت. أيوة. يعني. والدليل إنه دليل على هاي. أنت ما قدرت الحين، لو أنت سويت المقابلة وياي هني، أنت تبي تسوي المقابلة في مكان سياحي. صح. كان صح. فيه الحدث نفسه. قبل أسبوع تقريبا هني كان كله زحمة. والحين فجأة يعني انقطعوا فجأة يعني. هو ما كان في تدرج مثلا على مدار شهر، مثلا هو خلال يومين شيء والمكان صار فاضي، فتحس انه نوعا ما صار فراغ شيء. ف لا بالعكس، انا اشوف انه بالعكس مو بفراغ، يعني ذاك الفراغ للحين في حركة، ولكن هاي مثل ما قلت لك شيء طبيعي في اي حدث في اي دولة في العالم. لو فيها حدث يعني رياضي سياحي اي شيء، يعني مهرجان كرنفال اي شيء، يعني لما يخلص دي لازم تقل الحركه. اثناء البطوله تقريبا استمرت 28 يوم اثناء البطوله، يعني ما حسيت خلاص طفشنا زهقنا؟ لا والله انا تمنيت انها تكمل، لو يصير يراجعون كاس العالم مره ثانيه عندنا بعد بطوله ثانيه، لان صدق كانت متعه. ترى شوف متعه رياضيه ومتعه انك انت قاعد تبين ثقافتك للناس. طبعا إيه، ثقافتك، حضارتك، شو اللي عندك، شو اللي ما عندك، الناس تشوف يعني وتطالع وتتأثر. يعني ترى أكثر يمكن في أجزاء من العالم ما يعرفون ثقافتنا، ما يعرفون عنا شيء. بالضبط، في ناس جايين أول مرة وقاعدين إيه متفاجئين حتى بالتمر ما شافوه. إيه في ناس مفكرين ترى النبيون صحراء وقيام وجمال، ترى ما عندنا سيارات. صح صح صح. ماخذين الصورة النمطية اللي هي أيوة اللي هي يعني مثل ما قلنا الإعلام يوثق أشياء ويقول أشياء ممكن ما تكون موجودة. جيتوا أثناء فترة كأس العالم ولا؟ لا والله أنا ما جيت.
انا ما جيت صراحه. جايين بعد كاس العالم؟ بعد كاس العالم لازم. فاول شيء ليش الاختلاف؟ يعني الناس جايه اثناء فتره كاس العالم وانتم جيتوا بعد ما الناس راحت يعني. للامانه دوام والله دوام ماخذ حقه معانا. اي والله. فشلون ودنا نجي حيل. شلون محصلين الاماكن؟ الاماكن فاضيه وديره كلها فاضيه صراحه. فاضيه؟ كلش. امنيتي اني اجي المكان. على كثر الكلام اللي شفته والصور اللي شفتها من الزحمه. ايه. الحمد لله جيت يعني. تحفة. بس للحساب اني جيت اخر شيء. مع انه الجماهير راحت والاجواء تقريبا خلصت. للاسف والله. بس يعني لحقتوا حتى لو على شيء بسيط. راح علي كاس العالم بالخليج. الدوله العربيه بعد. للاسف يعني. دوام والله دوام كلا حقه هي. يلا ان شاء الله تتعوض ان شاء الله باذن السنوات الجايه في امريكا وما ادري في المكسيك. لا امريكا لا ما اقدر. طيب الحين جايين من غزه. صحيح. من وين بالضبط؟ والله يعني بدون كاس العالم وكذا جاني فضول كذا مثلا. انا عن نفسي مثلا ما رحت المنطقه هذه وما عندي معلومات كثيره عن المكان. فمثلا من اي مطار تجون وشلون الوضع وضع الطيران وشي؟ اول شيء جاي او طلع من غزه طبعا صعبه. ايوه كلها معاناه. فعشان كذا السؤال يعني. كلها معاناه لحد لما نصل مطار القاهره. يعني من غزه تطلعون من غزه للقاهره؟ طبعا ما في طيران. احنا نظام بري. بري أيوة. من غزه تهريب ولا قانوني؟ لا قانوني بس انه بري. ما في طيران قانوني بري بس معاناه بمعنى الكلمه. بدك يمكن 24 ساعه لما نصل مطار مطار القاهره اللي في ومن مصر. من القاهره تاخذون طيران الى الدوحه. بالضبط. صحيح. طيب انتوا الحين جايين بعد كاس العالم. والله فشو اللي اخركم؟ ليش ما جيتوا وقت كاس العالم؟ والله ما كان في نصيب، الامكانيات مش سامحه. والحمد لله وصلتوا. يعني الحمد المهم لله وصلتوا. الحمد لله حتى لو ما لحقتوا على اللي هي الاجواء الفعليه. بس يعني في شوي للحين المظاهر موجوده. ما شاء الله. يعني هذه الحين صارت اماكن تاريخيه شاهده على الحدث. مثلا انا اسمع، انا كنت بتفرج على التيك توك وعلى السوشيال ميديا، اتفرج على المناظر. للامانه كنت حصان تعبان، بدي اجي بدي اشوف نفسي اشوف يعني تبي تيجي. نفسي اشوف الملاعب، نفسي اشوف قطر، نفسي اشوف المناظر اللي بشوفها هذه على السوشيال ميديا. ف برضه صار عندي ضلت الرغبه اني بدي اجي اشوف المناظر، اشوف ملعب لوسيل، اشوف الابراج المضيئه هاي، اشوف الاجواء اللي الناس عاشتها لو اشوفها بس. للامانه لما جيت انصدمت، تفاجأت. فيش ولا غلطه في البلد، ولا غلطه، شيء خيالي. لا ما شاء الله ابدعوا يعني. ما شاء الله للامانه مصدوم يعني. انا قرايبي بياخذوني وبلفلفوا فيا، انا مصدوم مش قادر اصدق المناظر والاشياء اللي بشوفها. شيء خرافي للامانه. ابدعتم قسما بالله يعني. شيء ابداع. المهم انك يعني جيت واستنست. والحمد لله يعني الامور طيبه. In terms of your work, which one is like which one you enjoyed or which one is better? The last time of during the period of World Cup, it was so busy, but now the work is not too busy. Yeah. Now it but is it's kind of like you can relax more now. It's yeah, kind of yeah. It's you are on a vacation now. Yeah, it's like a vacation. الساعة يا جماعة صارت 11:47 يعني نص الليل تقريبا. ومثل ما تشوفون المكان فاضي يعني. فخلاص اتوقع كذا انهينا المقابلات مع انها مو كثيره يعني. فاتوقع كذا نخلص المقطع. ففي النهايه اذا عجبكم كالعاده لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك. ونشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. ومع السلامه.